غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسؤال كم ذا سؤاله كوس كوس كا سؤال شمانت حيلة ذا هاي دين دم حيك قبته هدي وقف ودرد على محبنه سه مركا أورنتو قف كله أو لو بد بعدين أيه نيسا قار كم ذا ما ودر دار مكرا قف كله إن لو بد بعدين. طبعا المسألة دي هو مسألة عصب سيدا هنقى خلاف بذن كتشرو سيدا هنقى راجح يقرأ هاوي بنانتا وحانا اللفولين كرا هدي حاجة ضرورة أشير ضرورة هدي شرتو قفلة بدبادين ايو مركا اتماد قف دنتي وحاقو بذن اي مادة واشير كيسي ان لقارو الله تشيحو وكليه اما باركي اما ودنه اما حبنا لغا صبحي هذه مسألة ذو اتماد نرى القف كلاينا يكو حيران تهينا وبنانتا هو يضع دي لماتو يضع المعلوش يضع كتر المهنة دقاق اللو أركو إنو نوليه اللو ملايو ولا تشيحي لديه ما يميت كيان لتشيحي نلوش المها كلا كم مهم سن يضع تشيحيتان كذا وأخف ضررين قفكو هديه هدوا قف نول كبد بعد يو باركي فريست أما ودنه فريست أما كليه بريهين قف كان يستقع نعفه وطريان ملح وحسابه وقريان معه صدرت ذلك وحاراج إلى قول كفق هذه علماء المعاصرين تاية مجامع ذو يبدينهين وأه أصل كنو بنايه هاي حال ذاها كالدوان شروط قار الله فيرنا يو وبالله التوفيق. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن.